أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا بالنظر إلى العلاقات التاريخية بينهما، بالإضافة إلى المشاركة في القمة الأفريقية الأوروبية الهادفة إلى تعزيز التنمية وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية في الاستقرار والرخاء. جاء ذلك خلال مباحثات قمة موسعة عقدها الرئيس السيسي مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى قيام القمة بتطوير علاقات الشراكة ما بين أوروبا وإفريقيا. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة بروكسل مباحثات قمة موسعة مع رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، وذلك بحضور وفدي البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس وزراء بلجيكا رحب بالسيد الرئيس في أول زيارة له إلى بروكسل، وكذلك بمشاركة سيادته في القمة الأفريقية الأوروبية السادسة بهدف تكثيف الجهود المتبادلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، حرص السيد دي كرو على الإشادة بما حققته مصر في مجال التنمية والمشروعات القومية الكبرى، وهو ما ساهم في تحفيز الشركات البلجيكية على العمل في مصر للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة.